السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم درس أو طريقة لمعرفة الجديد في الوظيفة العمومية في قطاع الوظيفة العمومية. هي طريقة لمعرفة الجديد. ما عليك أخي مشاهد قناة المكتبة العامة إلا أن تدخل على فايرفوكس. وتكتب مدونة وتكتب مدونة التوظيف في الجزائر. تدخل على أول اختيار هذا، تظهر لك هذه الصفحة وهي مدونة التوظيف في الجزائر. هنا تجد كل جديد يتعلق بالوظيفة العمومية في الجزائر، كل جديد يتعلق بالوظيفة. مدونة مختصة في نشر الوظيفة العمومية وكل يتعلق بها. هناك طريقة جد فعالة لمعرفة الجديد، وكل يوم ما عليك أخي المشاهد إلا أن تضع إيميلك هنا، جيميل ولا إيميل تاعك هنا، وتضغط على اشترك الآن. بهذه الطريقة يمكن أن تجد كل ما هو متعلق بالوظيفة الجديد اليوم يعني. وهذه هي. وفي الأخير أقول لكم مشاهدي، ما عليكم اضغطوا على اشترك بالعربية من تحت في الفيديو، اشترك أو بالفرنسية أبوني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.